ربنا سبحانه وتعالى قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعني الحاجة اللي انت هتنفقها في سبيل الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى هيدي لك بدلها، ده وعد ربنا سبحانه وتعالى. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي حديث قدسي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. أنا دايما بقول لو مثلا علاقتي بك كويسة وانت مثلا ما جربتش عليا كذب قبل كده يعني، وقلت لك يا فلان ادي فلان ده 100 جنيه وانا هديها لك من معايا، يعني هتديها له ولا مش هتديها له؟ هتديها له. ليه؟ ثقة في وعدي، انت شايف ان انا انسان كويس وعمري ما كذبت عليك، فخلاص انت واثق في كلامي، سيبك بقى مني خالص بقى. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيوعدك، بيقول لك يا فلان لو انفقت سانفق عليك. طب انت تثق في وعد المخلوق اللي هو انا او اي حد الذي لا يملك من الامر شيء، ولا تثق في وعد الله سبحانه وتعالى؟ يبقى انت كل ما تشتد عليك الازمه انفق، وخلي نيتك كده يا رب انا انفق علشان انت هتديني. ده وعد ربنا سبحانه وتعالى، ده وعد ربنا سبحانه وتعالى.